أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة التنسيق الدائم مع اتحاد الغرف التجارية لإعلان قائمة بالأسعار العادلة للسلع الأساسية، وذلك بما يحقق مصلحة المواطن والتاجر حتى لا تترك الفرصة للبعض لاستغلال الوضع والمغالاة في أسعار أي سلعة. جاء ذلك خلال رئاسته الاجتماع الرابع للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الأساسية الاستراتيجية بحضور عدد من الوزراء، حيث تم استعراض موقف الأرصدة من السلع الأساسية والاستراتيجية.